سعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التفصيلية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حتى تأثر العاصمة الرياض بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتطول زخات عديدة من الأمطار مع النشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار 27 درجة مئوية كحرارة عظمى. بالانتقال إلى تفاصيل باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا تسجل 21-14 درجة مئوية مع طقس غير مستقر، فرصة لهطول زخات عديدة من الأمطار تترافق أيضا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. نفس الحالة الجوية في مدينة تبوك 22-12 درجة مئوية. الانتقال إلى المنطقة الغربية، نبدأ بجدة، طقس مستقر 32 درجة مئوية إلى 19 درجة مئوية كحرارة الدنيا. أما مكة المكرمة طقس صافي 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، 19 درجة مئوية كحرارة الدنيا. بالانتقال الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، نبدأ بمدينة أبها، حتطول زخات عديدة من الأمطار في تلك المنطقة 23 درجة مئوية كحرارة عظمى، 17 درجة مئوية كحرارة الدنيا. أما بالنسبة لمنطقة جازان، غيوم متفرقة 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، 19 درجة مئوية كحرارة الدنيا. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية، نبدأ بالدمام، حيث يسود طقس صافي خلال ساعات النهار 27 درجة مئوية كحرارة عظمى 22 درجة مئوية كحرارة دنيا، لكن يتجدد هطول زخات الأمطار خلال ساعات الليل بحول الله. حفر الباطن طقس غير مستقر، فرصة لهطول زخات عديدة من الأمطار 32 درجة مئوية كحرارة عظمى 20 درجة مئوية كحرارة دنيا. بالانتقال الآن إلى العاصمة الرياض، حيث يسود طقس غير مستقر، تطول أيضا زخات عديدة من الأمطار مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 27 درجة مئوية كحرارة عظمى 17 درجة مئوية كحرارة دنيا. أما حائل نفس الحالة الجوية، زخات عديدة من الأمطار مع رياح نشطة وأتربة مثارة 25 درجة مئوية كحرارة عظمى 11 درجة مئوية كحرارة دنيا. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.